ضيوفي ضيوف حضراتكم زي ما كنت بقول اتنين من الصوره من ال 13 ألف واحد اللي كانوا في الصوره وكانوا اللي هم عملوا الحياه ملحمه هائله جدا من تحت حقل ظهر. المهندس وليد لطفي رئيس شركه بتروجيت، المهندس محمد حتوت رئيس شركه انبي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ما اعرفش نبتدي منين الحكايه، انما عندنا حكايه كبيره جدا اسمها ظهر، والحكايه دي الحقيقه برضو عايزين، لان انا ربما من حماسي او ان انا مبسوط انا بتكلم بقول ان احنا الفكره كلها ما كانتش ان احنا بنعمل شغل، انما احنا كل حاجه بنكتسب خبرات هائله جدا، ولقينا الخبرات ان احنا عندنا خبرات بجد في ان احنا عملنا المنصه دي بايدي مصريه وصناعه مصريه، ان احنا عملنا ده. وبعدين لشركه رئيس شركه اني وهو في الشهاده بتاعته دي، ودي شهاده نعتز بيها، وانا بعتقد ان ده اهم ما يكون. احنا لاحظنا ديت ان احنا في الانفاق، ان احنا دلوقتي بقى عندنا اشترينا المكن اللي بتحفر دي، وبقى عندنا الناس الفنيين والمهندسين اللي يقدروا يشغلوا ده، خدنا النوها وخلاص اتعلمنا، وده اللي بنعمله. ولو ربنا اكرمنا وقدرنا نجيب المركب اللي بتحفر وبتعمل الغاليه دي اللي بتتقدر في اليوم ببدايه سودة دي، انا بعتقد ان احنا ممكن نخش في المجال ده. مش عارف راي حضرتك ايه يا باشمهندس وليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اعتقد ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده كمان، يعني الحمد لله اللي احنا عملناه في ظهر شاهد كبير على اللي المصريين قدروا يعملوه. انجاز تم في وقت قياسي، زي ما حضرتك قلت رئيس شركتيني اشاد بالموضوع ده، قال ان الشركات المصريه بالشركات المحليه بتروجيت ام بي بي ام اس اللي هي خدمات البترول البحريه كلها شركات اصبحت عالميه، مش شركه على قد مصر بس، لا دي تقدر تنافس في كل دول العالم وتقدر تنفذ في اسرع وقت ممكن. لان مشروع ظهر كان تحدي كبير زي ما اشرنا قبل كده، كوقت وككميات، وقت كان ضيق جدا، كميات كبيره جدا، بس الحمد لله بتضافر الجهود كلها قدرنا ان احنا نحقق المستحيل. انا عايز بقى بتروجيت كانت فين؟ هي بتروجيت احنا كشركه طبيعه العمل بتروجيت بتعمل ايه؟ هي بتروجيت طبعا نقول حاجه عنها سريعه كده، هي شركه مملوكه بالكامل للدوله، تاسست سنه 75 كقطاع تنفيذي للمشروعات البتروليه والكسر احتكار الشركات الاجنبيه لتنفيذ المشروعات. والحمد لله خلال ال 40 او اكثر من 40 سنه اكتسبنا خبرات كافيه ان احنا نقدر ننفذ المشروعات دي. بالنسبه لحقل ظهر احنا كان مجال اعمالنا بيمتد ما بين التسهيلات البريه اللي هي موجوده غرب بورسعيد حوالي 15 كيلو. ده كان مجال عملنا بيشمل اولا تجهيز الموقع، اعمال حفر، اعمال ردم اكثر من 3 مليون متر مكعب، اعمال الاساسات العميقه او بتسمى الخوازيق، اكثر من 10,000 خازوق تم تنفيذهم في المده دي باطوال 56 متر. يعني حضرتك متخيل 56 متر يعني انت بتدق الخوازيق في قاع البحر؟ لا في المنطقه اللي هي على البر. على البر. حضرتك عارف طبيعه ارض بورسعيد. احنا كنا هناك، ما طبيعه سيئه. فما كانش نقدر ننفذ عليها المشروع الا عن طريق تنزل 56 متر اللي هي الخوازيق دي لغايه ما تنزل على الطبقه الصخريه، الطبقه اللي هي المناسبه اللي هي تقدر تشيل تشيل الثقل اللي جاي. بالظبط. وده ليه؟ يعني عشان المصنع اللي جاي والشغل ده ايه في ايه؟ ما طبعا في اوزان كبيره ما يقدرش ان يخاطر بيها، يعني ممكن تهبط يحصل مشاكل، فلازم يبقى كل المشروع كل مكان على البر. ده كان اختصاصكم؟ كله من بالتنفيذ شفناه ده اللي موجود كده كان مظبوط حضرتك. كله بالكامل. ده كان بدايه عملنا. طبعا اعمال الحفر، القواعد المدنيه، اكتر من صبينا خرسانات اكتر من 400,000 متر مكعب. طبعا نص الاسمنت بتاعنا الحمد لله. طبعا في تصنيع قطعات حديديه اللي هي حوامل المواسير اللي حضرتك شفتها في المشروع بالكامل، اكتر من 23,000 طن تم تصنيعهم بالكامل عندنا. ده كله في السنه والنص. طبعا غير تركيب المواسير، تصنيع اللي هو لحام المواسير وتركيبها، تركيب المعدات. طبعا يمكن انه احنا كنا بنشارك دايما في تجارب ما قبل التشغيل. المره دي الحمد لله دخلنا في التشغيل كمان، شاركنا فيه، وبتروبيل يعني كانت شركه بتروبيل واثقه فينا ان احنا نقدر نساعد في النقطه دي كويس، وعشان كده الحمد لله قمنا بتجارب التشغيل تحت اشراف بتروجيت. طبعا في عندنا اجزاء تانية في شركه بتروجيت غير التسهيلات البريه. احنا عندنا زي ما حضرتك اشرت المنصه البحريه دي تم تصنيعها في ارض المعديه في اسكندريه حوالي 6,000 طن تم تصنيعها بالكامل،
وعندنا ال ال 6000 طن المعدية دي، اه ال ال المنصة، المنصة بتاع المنصة دي، آسف، اللي المنصة دي. وطبعا التجهيزات كلها بتاعت المياه العميقة تمت برضو في أرض المعدية. في عندنا يارد لتغليف المواسير اللي هي امتدت من الابار من جوه لحد للبر، لحد للمنطقه 150 القصر، كيلو دي مثلا، اكتر، حوالي اكتر من 200 كيلو. من 200 كيلو كان في خطوط 26 بوصه و14 بوصه و8 بوصه، كل ده تم تغليفه في مصنع بتروجيت موجود في تغليفه بورسعيد، تغليفه وخرسانه وبولي اسلين لحمايته وكوزن عشان يقدر ينزل في قاع البحر. يعني هو الماسوره ما بتنزلش ماسوره كده بيتحط لا، عليها حاجه، بتتغلف الاول خرسانه وبولي اسيلين للمحافظه عليها وكوزن عشان تقدر ترسى في قاع وعشان البحر. تنزل تسقط تتقل مظبوط معايا كده، يعني. مظبوط. طبعا ده كل ده تم في مصنع بتروجيت موجود في بورسعيد للتغليف. احنا عندنا مصنعين، مصنع في بورسعيد ومصنع في السويس. امال انتوا خليتوا ايه الام بي يا فندم؟ ما ام بي لسه، ما هيجي دور ام بي. الحمد لله برضو عندنا 4 ورش موجود، ورشه في القطاميه، ورشتين في اسكندريه، وورشه في السويس. دي كانت بتصنع القطعات الحديديه، وصنعنا في ورشه القطاميه هنا كل تقريبا المعدات الاستاتيكيه كلها بتاعه المشروع. تمام، كل ده بايدي مصريه عن طريق بتروجيت. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. بس ما انت هتحوت تقول لي بقى انتوا، انا ما خلكش عام، ما خليش لا يا فندم، في كتير في الحمد لله، الحمد لله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بشكر سيادتك على الاستضافه. انا اللي بشكركم ان انا قاعد معاكم. الاستضافه الكريمه دي طبعا، انا فخور جدا يعني، والله العظيم يعني تفضلت بيها في بدايه الحلقه. وطبعا بهني الشعب المصري ببدء انتاج حقل زهر، ان شاء الله دي بدايه لانجازات كتيره هتتم على ارض مصر. احنا كلنا متفائلين طبعا بالمستقبل القريب والبعيد ان شاء الله. ان شاء الله. يعني عشان نتكلم عن دور ام بي في المشروع ده، هو احنا طبعا شركه بتوبيل اسندت لينا الاعمال الخاصه بتنفيذ بتروبيل اللي هي بتروبيل بتوبيل اللي هي مين بقى؟ بتوبيل دي الشركه القائمه بالعمليات، واخد بقى حاجه اللي واخده الحدوته اللي بتتعامل مع اني مثلا؟ دي اصلا الشريك اللي هو شركه بتوبيل دي عباره عن مشاركه هيئه البترول مع شركه اني. مع اني؟ يس. دي جوين فينشر كومباني اني مع هيئه البترول. بل سعادتك تمام. شركه بتوبيل اسندت لنا الاعمال الخاصه بتنفيذ التسهيلات البريه للمرحله الاولى حقل زهر، بالاضافه الى منصه التحكم البحري المركزيه دي اللي هي موجوده في البحر زي ما سعادتك تفضلت. بالنسبه لنطاق الاعمال بتاعنا احنا كام بي، كنا بنقوم باعمال التصميمات التفصيليه، يعني كل الاعمال اللي سعادتك عرضتها دي سواء في المحطه البحريه او في منصه التحكم، ام بي هي اللي قامت باعمال التصميمات التفصيليه الخاصه بها. التصميمات يعني انك مع يعني، بس هنا نقف حته يعني، ما فيش حد ما بقاش عايزين اجنبي ولا خبير يقول لنا دي بتتعمل يعني ازاي. يعني خلينا نبقى واضحين يا فندم ونبقى صراحه مع نفسنا، احنا الحمد لله قادرين بحرك، لكن ما زال بيبقى في تكنولوجيا، احنا بنحتاج للتكنولوجيا اللي موجوده في الغرب عشان يبقى عندنا كل التكنولوجيا، لكن احنا الحمد لله في مرحله متقدمه جدا الحمد لله. يعني لما نعمل التصميمات ونعمل ده، انا اقصد اقول في وقت هيجي مش هنحتاج حاجه من ده. اكيد في وقت معين ان شاء الله، يعني ان شاء الله بنامل في القريب يعني. إن شاء الله. يعني انا زي ما بقول لسعادتك التصميمات كلها قامت بها شركه ام بي، التصميمات التفصيليه، سواء في محطه التسهيلات البحريه او في منصه التحكم المركزيه. بالاضافه لاعمال التصميمات التفصيليه، سيادتك ام بي قامت باعمال الخدمات الفنيه للتوريدات. لما نيجي بنقول الخدمات الفنيه للتوريدات، لان يمكن الكلمه بعض الناس ما تبقاش فاهمه هي او يعني المعنى بتاعها عباره عن ايه. الخدمات الفنيه للتسهيلات يعني احنا بنبتدي بعد ما بننهي اعمال التصميمات التفصيليه بنطلع طلبات شراء. طلبات الشراء دي خاصه بالمهمات والمعدات كلها الخاصه بالمشروع كل بالكامل. اللي كان موجوده كله بتعملوا انتوا بيها المفردات؟ الخدمات الفنيه، الخدمات الفنيه للتوريدات. بنعمل بيها طلبات شراء بحضرتك، وبعدين نطرحها، تيجي العود، نبتدي نقيم العود فنيا، وبنساعد كمان في التقييم المالي الخاص بالعود دي. دي المرحله اللي هي خاصه باصدار اوامر الشراء. بعد ما بيطلع اوامر الشراء بيبقى في دور تاني ام بي برضه بتقوم بيه، اللي هي اعمال التشيلات. يعني ايه اعمال التشيلات؟ يعني ام بي بتتابع التصميمات الهندسيه اللي بيقوم بيها المواردين سواء خارج مصر او جوه مصر، وتعتمدها تتاكد انها مظبوطه. بالاضافه لكده بيقوموا باعمال متابعه التصنيع،
يعني المعدات اللي بتتصنع خارج مصر في طقم موجود باصطمام من عندنا يتابع اعمال التصنيع دي عشان يتاكد انها تبقى من المواصفات بحقيقتك. بيتبع بعد كده بيبقى في مرحله ثانيه اللي هي الخاصه باعمال التفتيش الهندسي والاختبارات عشان نتاكد ان كل المعدات والمهمات اللي بتيجي للمشروع مطابقه للمواصفات. نعم. فيعني زي ما بقول لسعادتك الدور عباره عن تصميمات تفصيليه، خدمات الفنيه للتوريدات لغايه لما نطمن. يعني زي ما سعادتك بتقول لازم التصميم يبقى مظبوط والا هتحصل مشاكل كتير اثناء التنفيذ، واخد بال حضرتك. وطبعا الدور بتاع التركيبات والتنفيذ في الموقع دي بتقوم بشكل بتروجيت. المهمات والمعدات كلها، كل التوريدات انبي هي اللي كانت بتعمل الخدمات الفنيه للتوريدات دي عشان المهمات والمعدات توصل في مواعيدها وقبل مواعيدها. الحمد لله في مشاكل كتيرة طبعا، ده طبعا بالإضافة للدعم الفني اللي كانت إنبي بتوفره أثناء مرحلة الإنشاءات. يعني أثناء مرحلة الإنشاءات بتتم عملية تركيبات بتحصل أحيانا بعض المشاكل الفنية، لازم يبقى في طاقم فني متواجد بصفة مستمرة موجود من شركة إنبي عشان يحل المشاكل الفنية دي في الموقع على طول، واخد بال حضرتك، لأن إحنا اللي كنا مسؤولين على التصميم في أي حاجة بتحصل. وده غير طبعا بعض التعديلات اللي بيطلبها العميل اللي هو شركه بتروبيل او نتيجه الاوبريشن، بيبقى ليه بعض المتطلبات. يعني الدعم الفني ده واخد بالك بيبقى مهم جدا جدا اثناء مرحله التركيبات عشان نتجنب اي مشكله تحصل في الموقع. برضو عايز اوضح نقطه اللي هي الخاصه بالوقت الزمني، جدول الزمن المشروع. جدول زمن المشروع اللي عمال دي استندت لينا في شهر يونيو 2016، احنا انهينا الاعمال بتاعتنا كلها بتاعت المرحله الاولى الخاصه بحقل زهر في اغسطس 2017. يعني لما بنيجي نتكلم على 15 شهر تمت فيه اعمال التصميمات التفصيليه بالكامل للمرحله الاولى بكل مراحلها، لان المرحله الاولى بتبقى عباره عن اربع ترينز او اربع خطوط يعني. بل سعادتك بالاضافه يعني المهمات كلها والمعدات كلها تولينا عمليه الخدمات الفنيه. النهارده عشان انا اعمل جنود مهمات وحاجات يبقى لازم عندي درايه كامله بكل حاجه عشان انك هشتري ايه يعني من اول المسمار الصغير ده لغايه اكل انا عندي درايه. المسمار الصغير ده كان ممكن يوقف مشروع يعني فتبقى من كل الحاجه دي تبقى درايه كامله بده. طبعا. طيب عايزين نطلع يا فندم نبتدي برضو في نقطه يا ريت عشان حضراتكم توضحوها لأهالينا. يعني احنا زور احنا كان زي سيد المهندس الملا لما كان سيد وزير البترول لما كان بيتكلم بيقول ان احنا عدى 3 سنين كان في وقفه حاله اللي هم 2011 12 و13 وقفه حال والدنيا واقفه وكل الكلام ده كله. لما اتفتحت فكره وعملنا عقود كان في 83 اتفاقيه اتعملت من ضمنها زور. اما جيت وقع زور ده في التوقيع بيتكلموا قالوا ان انا لما قريت حتى في الحاجات دي اكتشفت ان هم هيحفروا اول بير في 2019. ده كان البلان هو ده البلان الاصلي يس. انا بقى عايز اعرف من حضراتكم كده يعني المهندس وليد المهندس حتحوت بقى نبتدي ايه اللي حصل. انا اللي عارفه طبعا ان الرئيس السيسي لما يبقى تحت ايده حد بيعصره يعني انا معرف بس عايز اعرف ايه اللي في التفاصيل ايه اللي حصل في الحته دي لان احنا من من من, من, من ان احنا اول بير يبقى يخلص في 2019 يعني يتحفر 2019 وبقى ما اعرفش الانتاج يبقى امتى بقى والمساله دي بيقولوا من 6 ل 8 سنين فالمساله اتقلبت قايمه ونايمه كده كل المساله دي كلها في اقل من سنتين كان كل حاجه معمول. ايه الموضوع بالظبط؟ هو يمكن حضرتك شركه اني زي ما حضرتك اشرت كده لما كانوا بيزوروا الموقع ده يعني نقول نقطه كده سريعه يعني لما كانوا بيزوروا الموقع كانوا بيستغربوا جدا من الحجم العمل اللي بيتم انجازه وكانوا بيقولوا لنا يعني المفروض ان هو الكلام ده مش رسمي ان المشروع ده المفروض ان هم يخططوا 2020 2022. انتوا مستعجلين ليه يعني عايزين انكم مستعجلين ليه يعمل زي سلام على بره ده البرنامج بتاعهم يعني الطبيعي ان يمشي في بالطريقه دي يعني. فطبعا احنا يعني في خطوات كتيره اتخذت ان احنا ننجز العمل ده في الوقت ده. يعني احنا ابتدينا استلمنا الموقع تقريبا في شهر مارس 2016 في اخر مارس 2016 عملنا تجارب وعملنا والتصميم طلع بتاع القواعد والكلام ده كله خلال شهر ابريل كنا بادئين تنفيذ في شهر ابريل. كان التحدي كبير يعني احنا ما كناش متخيلين يعني انت كنت عمال تشتغل على البر في الجزء البري ده كله اشتغلنا في كل الاتجاهات يعني عشان نبقى واضحين المشروع ده كانت الصعوبه فيه ان كل المراحل كانت يمكن
تشتغل بطريقه متوازيه. يعني ايه؟ يعني احنا طول عمرنا كنا متعودين بيتعمل الانجينيرنج الاول، وقبل الانجينيرنج بيخلص بفتره يبتدي التوريدات، وبعد كده تبتدي اعمال الكونستراكشن والتركيبات. ده ما حصلش كله بقى. الثلاث مراحل كانوا طبعا يعني بفرق بسيط لكن الثلاثه دول كانوا بيشتغلوا في نفس التوقيت، واخد بالك؟ وده اللي فرق. مش بس كده برضو، عشان خلينا واضحين، يعني هو طبعا كان في اخلاص، كان في يعني الناس كلها كانت الجهود كلها بتتضافر عشان انجاز عمل بالشكل ده. وكمان كان في منظومه متكامله، يعني كان في فريق عمل واحد، ما فيش حد بيقول لا بتروجيت ولا امبي ولا بتروبيل، ولا كلنا فريق واحد ولينا هدف واحد، فكلنا بنذلل اي صعوبات طبعًا قدامنا طبعا. ما فيش حد بيشتكي من حد، ما فيش حد يقول انت واقف مستني كذا، انا مستني ده او بيعمل ده، لا لا خالص خالص. يعني هو كلها مسؤوليتنا حاجه عند امبي، عند بتروجيت، عند بتروبيل، في لا طبعا اجتماعات اسبوعيه كل اسبوع مرتين نتابع الشغل بيتم ايه. سيادتك باشمهندس وليد، المفروض الشركه، يعني انتوا كنتوا شغالين في ده، وهنعرف طبيعه الشغل اللي على البر ده ايه، لان الناس برضو ما حدش عارف يعني ايه اللي بيحصل، ايه الحدوته اللي على البر دي. انما خلينا الاول في الناس اللي هم اصل الموضوع، احنا ممكن ينزلوا ما يلاقوش حاجه تبقى حكايه. يعني هم لما خدوا او عملوا الاتفاق الاولاني مع المهندس شريف اسماعيل، اظن هو اللي وقع الاتفاق الاولاني. مظبوط. وبداوا حفر، هم كانوا بادئين حفر ونيتهم ان يقعدوا 17 سنه ولا 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 ايه اللي حصل؟ هو اعتقد ان زي ما هم اشاروا، يمكن حتى في التقديم بتاع هو الراجل مسك دماغه من الرئيس ما في الاخر لما على المرحله الثانيه يعني هم طبعا هو كان زي ما المهندس محمد قال كده، كان البرنامج يمشي بقى طبيعي، ان احنا نقعد سنه نجهز رسومات ونجهز الموقع والرسومات تطلع، نبتدي نعمل توريدات، ياخد ست شهور سنه كمان، وبعد كده الانشاءات تاخد لها سنتين. هما لسه في البحر ده يعني يبقى الموضوع ياخد وقته يعني. فطبعا هو ده كان البلان الاصلي يعني. فطبعا زي ما الرئيس إني قال ثلاث مرات تقريبا، راح للرئيس وقال له لا المواعيد مش مقبوله. الرئيس خطفه في كل مره في سنه مثلا. بس هو طبعا الحقيقه كان استعداد برضه من شركه إني، عشان بقى لان في استثمارات كتير اتصرفت، يعني زي ما معالي الوزير تفضل بكده 5 بليون اتصرف لغايه دلوقتي دولار، والمتوقع ان المشروع ده يتكلف يوصل 12 بليون دولار. واخد بقى حضرتك ان في ظل انخفاض اسعار البترول زي ما معالي الوزير تفضل وقال، واخد بقى حضرتك، وان هم يعملوا الانفستمنت ده ويبتدوا يصرفوا المبالغ دي. فالحقيقه برضو احنا يعني لازم نكون ابشيد، بس طبعا يعني فخامه الرئيس هو اللي كان تدخل في الموضوعات دي، وكان يعني الحقيقه يعني هو حاسين باحتياج البلد، واخد بقى حضرتك، للغاز دي كلها طبعا مع فخامه الرئيس والضغط اللي كان بي. هو على فكره هو عنده حاجه يعني، برضو هو عنده حاجه بتاعت ربنا بقى ما اعرفهاش، يعني عمل ده في سيمنز برضو نفس الحكايه، يعني هو في حكايه الوقت والفلوس. طبعا. وبرضو الرأي يعني ده حتى خطف في الراجل يا عيني واحنا قاعدين في المؤتمر، يعني خطفه في سنه مثلا كان طبعا. انما هم عملوا ده، بس ربنا اكرمنا بقى كمان يعني من عنده، ان احنا ننزل فيلاقوا يعني ايه كشف التجاري. كشف نزلوا ليه؟ هو حضرتك هم نزلوا، واخد بال حضرتك، احنا بنتكلم على عمق من سطح البحر 1500 متر من سطح البحر، ده بالاضافه لان هم نزلوا حوالي 3 من تحت من قاع من السي بيد ال 1500 سطح البحر. ده من سطح البحر، ده السي بيد اللي هو الارض قاع البحر. وفي الابار دي بتبقى تقريبا حوالي من 3000 ل 4000 متر العمق كمان، واخد بال حضرتك. طبعا يعني عشان نقول انجاز بالشكل ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن اكيد يعني الاخلاص بتاع الناس هو اللي خلى برضه ربنا العالم ان مصر تلاقي اكتشاف بالشكل ده. بنتكلم على احتياطي حوالي 30 تريليون، فده طبعا يمكن اكبر كشف موجود في البحر المتوسط، اذا ما كانش طبعا في بعض في يعني بيتكلموا على ان الكشف ده ممكن يبقى اكبر كشف في العالم في التوقيت ده، واخد بقى حضرتك، لكن الحمد لله ده يعني فضل من عند ربنا يعني. باشمهندس وليد، احنا عاملين المنصه اللي على البر ديت اللي انتوا اشتغلتوا خدتوا خرسانه مصر كلها فيها ديت والحديد كله، لان المواسير بتيجي من قاع البحر اللي جايه من ده بتيجي عند حضرتك. الغاز بيبقى على انهي هيئه؟
ما احنا عارفين غزه بيتجمد وفي بيتعمل بيبقى على انهي هيئه بقى بتتعاملوا ايه اللي بيحصل لما بيجي على البر؟ انتوا كنتوا عاملينه على البر ده بقى. يعني انا متهيألي عشان احنا يعني احنا اصلا لا مش بروسس احنا لان احنا المسؤولين عن التصميمات زي ما كنت بقول لسعادتك. التصميمات دي يعني بنتكلم على الديزاين بتاع المشروع سواء المحطه البحريه او المنصه البحريه. هو الغاز طبعا بيجي من البحر في الخطوط البحريه اللي هي بالسي لاينز. هو بيطلع بعد التشوك فالفز او اول ما يدخل الخطوط البحريه بضغط حوالي 340 بار. ده من البير البير اللي بيديله الضغط من بعد البير لان في تشوك فالفز وحاجات بالشكل ده. فيعني من بدايه الخط البحري عند الحقل 340 بار. طب برضه يعني احنا مش عارفين برضه يعني لا يعني هو حوالي يعني كسر زياده عن الكيلو جرام على السنتيمتر مربع. يعني ضغط جامد يعني ده نقدر نقول انه ضغط جامد يعني 340 ضغط جوي واخد بقى يعني الضغط الجوي واخد بقى حضرتك حوالي 340 بار او اكتر شويه كمان واخد بقى حضرتك لان في معامل معين. بيبتدي من عند الخط البحري جوه عند الحقل بعد التشوك فالفز واخد بقى حضرتك حوالي ضغط 340 بار. يوصل عند المحطه البريه يعني على الشور شور لاين حوالي ضغط 84 بار. 84 بار. نعم. بل سعادتك طبعا النص دي كلها اللي هي موجوده في الخط البحري الخط الحالي اللي شغال اللي هو الخط 26 بوصه بل حضرتك بيخش المحطه البريه. اول ما بيخش المحطه البريه بيخش على حاجه واحده بيسموها السلاك كاتشر. انا هحاول ابقى مبسط في الكلام عشان برضه ايه ونقول بالعربي يعني سلاك كاتشر ده زي فاصل واخد بقى حضرتك. السلاك كاتشر ده بيفصل ليكويدز السائل السوائل في سوائل جايه مع الغاز طبعا ده اصلا بيبقى جاي عباره بيبقى شكله ايه اللي جاي ده؟ بص حضرتك اللي جاي ده اللي ماشي في السي لاين ده بيبقى عباره عن غاز اللي جاي في المواسير ديت يعني وميه وكوندنسيت وكونتامينتس. الاثنين دول مين بقى الاخرانيين دول؟ زي كيميكلز. كيميكلز دي مواد كيماويه يعني مواد كيماويه بتضاف على ما لهاش ميزه في حاجه يعني لا هي ليها ميزه انها بتمنع الهيدريت فورميشن تكوين الميه واخد بقى حياتك وكوجن انهبيتور عشان ما يحصلش صدى للخطوط وحاجات بالشكل ده يعني. هم دول طالعين من الغاز هم طالعين من الحقل ولا احنا حاطين لا 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 سعادتك اللي بيطلع من الحقل اللي بيطلع اللي بيطلع من الحقل ايه؟ عباره عن غاز وكوندنسيت وميه صح بال حياتك. المهم بيوصل لغايه المحطه البريه بالضغط اللي هو 84 بار بيخش على السلاك كاتشر اللي هو الفاصل ده اللي هنسميه فاصل بيطلع منه سوائل وبيطلع منه غاز. لو هنمسك الاول السكه بتاعت الغاز بعد كده بيخش على المحطه البريه يحصل له حاجه اسمها سويتنينج. سويتنينج دي برضه هنسميها وحده معالجه هي مش وحده هي عده وحدات انا بحاول يعني اسهل الموضوع. السويتنينج ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ان احنا بنفصل ال H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين اللي هو الكبريت زي ما سعادتك عارف. بيتفصل ال H2S بيخش على واحده اللي هو ال SIU سلفر ريموفال يونت وحده ازاله الكبريت. يتفصل من الـ H2S ده بيبقى برضه على شكل غاز ولا على شكل ايه بقى؟ هو كل ده غاز بعد كده بيحصل له سوليديفيكيشن وحاجات بالشكل ده بس بيخش في الوحده دي بيتفصل بقى الكبريت لوحده يطلع الكبريت في الاخر خالص ايه؟ في الحاله الصلبه. واخد بقى حضرتك؟ خدنا كبريت عشان هو ده حاجه شائبه ما ينفعش ده كانه باي برودكت مش هو ده البرودكت الاصلي ده البرودكت اللي هو موجود جاي مع الغاز. الغاز الكبريت اللي بيطلع بعد ما اتفصل خالص ده باي برودكت ممكن يتباع او يستخدم في صناعات بتوليه او كيماويه. لو كملنا مع الغاز الغاز بعد ما حصل له سويتنينج واتفصل H2S منه او اتفصل كبريت الهيدروجين عذرا في بحياتك بيخش يتعمل عليه ديو بوينت كنترول. ديو بوينت كنترول ليه؟ عشان بعد كده الغاز ده بيتضخ في الشبكه القوميه للغازات ليها مواصفات معينه. لازم نسبه السلفر ما تتخطاش اللب الايه يا فندم؟ الكبريت الكبريت انا اسف اللي شلناه اللي شلناه ما احنا شلناه من الاول بقى حاجات وبنظبط الديو بوينت هو ده عشان اصلا هو كبريت لو اتحرق هيبقى مشكله طبعا مع برضه دي ده اللي بياكد ان المشروع ده مطابق للمواصفات البيئيه عشان برضه يعني بعض الناس بتتكلم يعني ده في كبريت ده في H2S واخد بقى حياتك بيتفصل فهو بيتفصل ويستخدم في صناعات ثانيه ويتفصل لوحده واخد بقى حياتك الغاز بتظبط الديو بوينت بتاعته واخد بقى حياتك وبعد كده اهو بيخش على الميترنج ستيشن دي وحده القياس وبيطلع
بضغط 70 بار اللي هو الضغط اللي داخل على الشبكه بقى. ده بقى اللي داخل على الشبكه. وده بقى وحده القياس قالت ان ده ما فيهوش لا كبريت ولا في هو ما فيهوش، هو بيبقى خالي من الكبريت. بس في طبعا نسبه يمكن على ما اتذكر انا مش مهندس بروسس حوالي 4 بات بمليون يعني حاجه نسبه صغيره بس يعني اصلا يعني الغاز بيطلع خالي من الكبريت تماما يخش على الشبكه القمريه خلاص بقى صالح للاستخدام. لو مسكنا الخط الثاني اللي هو الستريم الثاني اللي كان طالع من الفاصل اللي هو كان عند بدايه المحطه البقيه اللي هي السوائل، السوائل اللي احنا خدناها بقى احنا فصلناها دي في بدايه المحطه البقيه قلنا بيخش على فاصل خدنا من السوائل بقى خط الغاز السوائل دي فيها ميه وخط ما هي دي ما هي السوائل دي عباره عن كوندنسيت وميه. ما هو ما احنا اتفقنا ان هنقول الكوندنسيت ده ايه؟ متكثفات. ها؟ متكثفات. المتكثفات بيسموها مكثفات دي هيدروكربونز يعني ايه؟ ليكويد هيدروكربونز دي بتدخل في بروسس ثانيه في عمليات ثانيه طبعا يعني عباره عن حاجات مواد كيماويه يعني. لا لا دي مش مواد كيماويه ده ليكويد هيدروكربونز حاجات سائله يعني انما دي 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 برودكت منتج يعني زي السولا والبنزين والحاجات دي يعني حاجه يعني حاجه من مستشفيات البترول. طب ما نقول كده. طيب معلش انا اسف ما انت حضرتك اللي توهتني بعض الاكسبريشنز معلش انا اسف دي مستشفيات بتروليه يس سر بتستخدم ما بتترمي يعني ما يعني كل بيستخدمه دي فاليبل كمان واخد بقى حياتك الكوندنسيت دي او المتكثفات دي حاجه فاليبل يعني حاجه لها قيمه عاليه. الكوندنسيت ده بقى اللي هي السوائل اللي دخلت طلعت من السلاك كاتشر بتخش على ثري فيس سيبريتور. ثري فيس سيبريتور ده كوندنسيت وميه وبيطلع منه باي برودكت جاز. الجاز اللي بيطلع مش منتج ثانوي يعني واخد بحاجه ده ممكن يستخدم كفيول جاز سواء للباور جنريشن يونتس اللي موجوده او اي وحدات تانية جوه يعني حاجه زي بترول يعني جاز غاز وممكن يرجع تاني الغاز ده يخش برضه على الشبكه بس لازم طبعا الضغوط والديو بوينت والحاجات بتاعتها يعني في غاز بيطلع تاني من السوائل بس ده جزء بسيط بقى واخد بحاجتك جزء بسيط. الكوندنسيت بيخش تعمل له عمليه ستابلايزيشن يعني ايه هنقول برضه وحدات معالجه عشان تتناس في المتكثفات بحقك تتعامل معاه وبحقك تظبط برضو المتكثفات دي اكوردنج للمواصفات اللي مطلوبه. تخش على الميترنج ستيشن ومنه على التخزين في التنكات دي اللي هو المتكثفات. في جزء ده بيتباع بحاجه ثانيه وبيستخدم في حاجه ثانيه طبعا يا فندم. لا لا دي مشتقات بتوليه يعني في جزء بقى الخاص بالميه زي ما سعادتك تفضلت هو بيبقى عباره عن ميه وكيميكلز. الكيميكلز دي منها حاجه بيسموها المج بحاك الايه المج المج دي كيميكلز يعني بيسموها المج المج دي بحقيقتك دي عشان الهيدريت فورميشن او تمنع تكون الميه وبحقيقتك طول ما الغاز ماشي وبحقيقتك بتخش الميه مع المج والكيميكلز الثانيه تخش على وحده بيسموها وحده لو هنسميها اللي هي المج ريكفري يونت اعاده استرجاع المج عشان ده فاليبل برضه واخد بقى حضرتك فبتطلع من المج ريكفري يونت دي بيطلع المج يخش على التنكات في تنكات بتاعه المج اللي هي الكيميكلز دي. الميه بناخدها دي ميه مالحه؟ دي ميه اللي هي طالعه من الابار ميه مالحه واخد بقى حضرتك قد تكون مالحه قد تكون ما عشان يعني نعرفش طبعا يعني بس يعني انا بقول حاجه اللي طالعه من الابار نفسها. المياه دي بتخش على ووتر تريتمنت فاسيل وحدات معالجه المياه واخد بقى حضرتك بحيث انها بتطلع تعالجها وتطلع المياه طبقا والمواصفات واخد بقى حضرتك البيئيه فده بنقول تطلع المياه طبقا المواصفات البيئيه يعني مياه للشرب مياه لا 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 يا فندم لا دي عشان ووتر ديسبوزال يعني المياه دي ما فيهاش اي ضرر لو لا بالظبط كده يعني عشان الضرر ما تحصلش ضرر فعشان كده زي ما بقول حضرتك احنا فصلنا السلفر واخد بحضرتك وده عامل مهم وطلعنا الغاز اكوردنج للمواصفات بحضرتك ودخل على الشبكه القوميه وفصلنا الكوندنسيت وده مشتقات او المتكثفات وده مشتقات بتوليه عاليه القيمه واخد بحضرتك فيعني زي ما بيقولوا هل الغاز بيتخزن؟ الغاز لا لا هل الغاز ممكن تحط في تنكات وبتخزن ممكن لو ضغطت تبقى سايل يعني في حضرتك يعني قصدي في طبعا حالات كتيره بيحصل فيها اساله للغاز زي المشروعين بتوعنا اللي موجودين بحق واحد في ايدكو اللي هو الاي ال ان جي واحد تاني اللي هو في سي جاز بحق ده اللي هو واحد في دمياط واحد في ايدكو دي بيعمل بتحصل عمليات اساله للغاز بس طبعا دي ليها يعني بروسس او عمليه معقده ده بيبقى عاملينه عشان نعينه ده عشان يتصدر بيبقى ليكويد ليكويد من غاز
الحاله عشان اقدر اصدره في مراكب زي ما احنا كنا بنعمل في ال ان جي وفي سي جاز في وقت معين. بنستورد الغاز برضه كان بيجي في مراكب في صوره سائله وبعدين ارجع تاني اقلبه على الغاز ويتضخ في الشبكه العموميه يتضخ في الشبكه العموميه بتاعت انما طول ما هو غاز كده انا بضخه في الشبكه بتضخ في الشبكه يعني هو عامل زي الكهرباء يعني ما هو خزين. حضرتك احنا بنضخ في الشبكه ضغط الشبكه القوميه 70 بار زي ما بنقول اللي بيطلع من الشبكه القوميه ده ممكن يروح محطات الكهرباء ممكن يروح مصانع بتروكيميكالز ممكن يروح اي صناعات موجوده اسمده او 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 خلافه واخد بقى حضرتك وطبعا احنا طبعا يمكن معالي الوزير اشار النقطه دي كذا مره ان الغاز لما بتخش في صناعات بتروكيماويه واخد بال حضرتك الفاليو بتاعته يعني بتتضاعف واخد بال حضرتك فده بيبقى عائد كبير جدا للدوله. هو الغاز طبعا يدخل في الصناعه احسن من الكهرباء لانه بيكسب اكتر في الصناعه وبالذات البتروكيميكالز يعني واخد بال حضرتك او بيخش في صناعات الاسمده والحديد في صناعات كتيره جدا من الغاز. باشمهندس وليد احنا انا شفت طبعا ده طلع البتاع دي بقى هو الناس شايفه شويه مواسير انما ده طلع ده حدوته معقده جدا وشغلانه دي مساحه كانت قد ايه اللي بتشتغلوا فيها ديت؟ هو مسطح المشروع كله حوالي 3 كيلو في طول بعرض كيلو. 3 كيلو 3 كيلو متر طول ده موازي للبحر على طريق بورسعيد دمياط 15 كيلو غرب بورسعيد. ده الارض ده اللي على البر ده دي محطه التسهيلات البريه اللي جايه وديت اللي جايه الخطوط اللي جايه واللي اشتغل اول خط منها دلوقتي اللي هو شغال دلوقتي 26 وشغال ال 8 وال 14 برضه اللي هو ال 8 وال 14 بيضيفوا دول سيرفيس لاينز. طيب انا هنا ال بي عملوا الرسومات والكلام ده كله والتوريدات والتوريدات وكل المعدات وكل حاجه جايه بتاع المشروع ده كلها كانت موجوده في معدات اتصنعت. هي التصميم طلع من ام بي واحنا صنعنا جزء من المعدات وفي معدات استوردناها او جت من بره زي ما المهندس محمد قال. طيب عايز اقول لما ابتدينا يعني الساده المشاهدين برضو مهم جدا اول ازاي ان احنا داخلين على حاجه كبيره زي ديت اكيد انتوا يعني كرئيس للشركه والباشمهندس حتحط رئيس للشركه يعني خلاص انا هتكلم مع الناس بتوع الرجاله اللي هتكلم معاهم لا انا داخلين على حدوته يعني نرجع لورا كده السنتين دول انا عايز اعرف ايه اللي هو زي ما حضرتك قلت كده بالظبط هو احنا داخلين على حجم عمل غير طبيعي وكان لازم نستعد ليه في كل المجالات وكان لازم نشتغل في كل الانشطه في وقت واحد يعني احنا طورنا الورش بتاعتنا بحيث ان انت تقدر تصنع كميه القطاعات الحديديه المطلوبه فكان لازم عشان نستوعب الكميه دي كلها لازم نطور الورش بتاعتنا صرفنا عليها وطورناها بحيث ان هي تقدر تصنع 23 ألف طن قطاعات حديديه في وقت محدد. طبعا حضرتك احنا كنا بنقول احنا في المرحله الاولانيه كان في من بتروجيت بس حوالي 10,000 عامل ومهندس في المشروع بتروجيت بس زادوا دلوقتي ل 13,000 عشان نكمل المرحله الاولى ونكمل في المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله. طبعا كان لازم نستوعب الناس دي احنا بنوفر اقامه واعاشه للناس دي كلها في عاملين كامب اللي هناك في كامب طبعا بس مش ما يقدرش يستوعب الاعداد الكبيره دي كلها فطبعا احنا يعني تقريبا احتلينا بورسعيد ودمياط يعني في نفس التوقيت يعني فلازم كان نرتب الموضوع ده. حجم العمل كبير جدا يعني موضوع الخوازيق مثلا 10,000 خازوق ده الوقت ده كانت الحمد لله مصر كانت بتشهد انطلاقة كبيرة في المشروعات شارع التفريعة الرصيف البحري اللي هناك الكباري اللي في القاهرة كل ده سحب تقريبا معظم مكان الخوازيق اللي في جمهورية مصر اضطرينا ان احنا يعني بتروجيت شايفة ان الموضوع صعب اشترينا 8 مكانات خوازيق عشان المشروع وكان المكنه بتعمل خازوق في قد ايه؟ المكنه بتعمل قد ايه؟ المكنه ممكن تعمل خازوقين في اليوم بالليل وبالنهار هي بتشتغل 24 ساعه. 24 ساعه يبقى هي عليها ثلاث ورادي بقى يعني ورديتين من 12 ل 12 من 6 ل 6 بسم الله ما شاء الله فطبعا ما يقدرش يقف يعني لازم يكمل على طول ما فيش حاجه لان 10,000 الكميه كبيره بالظبط زي ما حضرتك بتقول كميه كبيره ووقت ضيق فكان لازم يعني مش كان لازم نتحرك ونفكر من بدري ان احنا نشتري حاجات مكن خوازيق عشان نقدر نوفي بالمواعيد دي لان لو ما عملناش الخوازيق مفيش حاجه تانية هتتم خلاص كل القواعد هتقف اللي هو القطاعات الحديديه هتقف. طب نقف عند المكن واستاذن حضراتكم في فاصل بس كده عند المكن. كل لون له ناس
تتوع علماء ومعامل وده كدر من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل وده كدر من الشعب العامل ورجال سكر على مكتبة تخدم بالروح لما تعامل. ضيوفي بقى هم من دول اللي بيقولوا عليهم عبد الحليم حافظ، وطبعا من حظ الفترة ديت الستينيات كان فيها عبد الحليم حافظ وصلاح جاهين وكان فيها النهضة الكبيرة جدا جدا دي، ومن حظ الفترة دي السيء الحقيقة ان ما فيهاش حاجة حقيقة يعني. كمل يا فندم. هو زي ما قلت حك ال- 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 المنظومة اللي كانت موجودة في ظهر يعني منظومة متكاملة. العشر تلاف عامل دول كنا بنشتغل 24 ساعة بالكامل 7 أيام في الأسبوع. كله كان يعني شايف ان ده مشروع قومي وهدف لازم يتحقق، ما كانش حد بيجبر حد ان هو يشتغل، بالعكس هم عايزين يخلصوا وعايزين ينجزوا الاعمال لان شايفين ان ده تحدي. وسمعوا طبعا كلام الناس الشركة انيون ان المشروع ياخد وقت، لا احنا نقدر نعمل عملنا الحمد لله. كان طبعا يعني انا بس بقول لحضرتك الموقف كان في المشروع كان صعب، يعني طبعا شغل 24 ساعة اجتماعات يومية اخر النهار بعد ما بنخلص شغل بنقعد نراجع احنا عملنا ايه طول النهار وايه المشاكل اللي كانت عندنا ونحلها ازاي. طبعا الاجتماعات دي كان بيبقى فيها امبي وفيها بتروبيل وفيها بتروجيت، حضرتك تدخل القاعة ما تعرفش مين شركة بتروجيت، كلنا بنحل يعني يعني مع بعض صحيح. ايه المشكلة نحلها، ممكن نطلع الساعة 8 بالليل ندخل الموقع نشوف ايه المشكلة وتتحل ما تباتش لتاني يوم، يعني لازم تخلص النهاردة يبقى تخلص النهاردة. مش عايز اقول لحضرتك ان شركه ان نفسها كانت بتطلب تحضر معانا الاجتماعات وكانوا بيقعدوا معانا ونقول لهم طب احنا اصلا بنتكلم عربي لا والستيرنج ميتنجز وحاجه ده بخلاف طبعا احنا اجتماعات اسبوعيه تقريبا كنا كل اسبوع مرتين طبعا. على مستوى رؤساء الشركات يا فندم. طب الدروس يعني النهارده عايز حضرتك تكلمني، هي كلمه اصلا مستهلكه دروس مستفاده، لا قول لي حضرتك اهم الحاجات اللي انتم حاسين ان كنتوا عملتوها ولازم دي اللي هتبقى اللي جاي. بس حضرتك احنا المشروع بتاعنا مشروع ظهر ده بالنسبة لنا كإنبي وكبلد هو بصمة، إن احنا ننفذ مشروع بالحجم ده الجدول الزمني المضغوط ده، ده كان تحدي كبير جدا جدا. بس يعني هو أكد لنا إن المصريين قادرين على التحدي يعني. لا ونقدر أكتر من كده إن شاء الله يعني ربنا حرفانا. أنا عايز أقول لحضرتك زي ما المهندس وليد تفضل الحقيقة إن في صعوبات المشروع ما كانش سهل، كان في صعوبات كتيره جدا مش بس الجدول الزمني. تخيل سعادتك لما تحصل مشاكل عند بعض المواردين، واخد بال حضرتك المفروض المهمات والمعدات بتاعتهم توصل الموقع عشان تتركب، واخد بال حضرتك احنا كنا كإنبي كنا بنبعت فرق هندسيه كامله عند المواردين دول بقى مصر تساعد في التصميمات الهندسيه بتاعته. دي حقيقه واخد بقى حضرتك لان احنا في الاخر خالص هو اخره شيل الشيل هو مش هو في اخره هيدفع الغرامه واخد بقى حضرتك. احنا بالنسبه لنا المسؤوليه مش غرامه واخد بقى حضرتك. فكنا بنبعت فيها هندسيه بتساعد المواردين في التصميمات الهندسيه اللي كان بيعملها والمراجعه والسرعه وتنفيذ ومتابعه التصنيع والتفتيش الهندسي والاختبارات. بقول لحضرتك احنا عملنا حوالي 6000 يوم عمل خارج مصر واخد بقى حضرتك عند موارد 6000 يوم عمل. طبعا دي عباره عن 300 مقمويه، حوالي 300 مقمويه واخد بقى حضرتك. يعني لو قلنا بمتوسط المتوسط المقمويه كان حوالي 20 يوم بالاضافه لفي نقط ثانيه حصلت برضه، كان في تحديات ثانيه. سعادتك المشروع ده هو عباره طبعا عن مرحلتين، الحمد لله احنا انجزنا المرحله الاولى بنجاح سواء بالنسبه للتصميمات التفصيليه او الخدمات الفنيه للتوريدات انجزناها بنجاح، ودلوقتي بنشتغل في المرحله الثانيه وانهينا يمكن اكثر من 30% من المرحله الثانيه بحقيقتك. لكن حضرتك لما تيجي تبص في وحده زي ما حضرتك شفت اكيد في البرزنتيشن تسهيلات الانتاج المبكر، الوحده دي دخلت تقريبا واخد بال حضرتك يعني شركه بتروبيل خدت القرار بتاعت الوحده دي كان تقريبا في شهر 10/2016 واخد بال حضرتك، ودي كان المفروض هتخش واخد بالك تبقى موجوده وتشتغل في بعد 11 شهر. انك تدخل وحده بالشكل ده جوه الديزاين الاصلي، ودي مش وحده يعني بنتكلم على معده صغيره، لا دي مجموعه وحدات، ندخلها جوه التصميم الاصلي وان احنا يبقى في مؤونه نستوعب واخد بال حضرتك الوحده دي جوه التصميم
واخد بحق ده بالإضافة للتعديلات اللي تمت عليها وكلام من ده واخد بحق. فكانت مهونة الحقيقة ممتازة. نفذت في قد إيه؟ نفذت في شهرين واخد بحقيتك يعني. أنا عايز أقول ما قصيتش على جدول يعني الزمن عمل غير طبيعي واخد بحق يعني. في نقطة تانية تبص حضرتك مثلا إيه يعني إحنا كإنبي طبعا إحنا يعني مجرد يعني جزء من المنظومة اللي كانت شغالة كلها سواء بتوجيت بي إم إس بعض الشركات الأجنبية شركات القطاع الخاص المصري. لكن حضرتك لو بصيت مثلا احنا كإنبي مسؤولين عن التصميمات والتوريدات. في بعض التوريدات جت واخد بحقيقتك لازم نخلص التصميمات بتاعه التوريدات اللي جت دي واخد بحقيقتك. طبعا يعني انا قصدي مش بالظبط كده واخد بحقيقتك لان طبعا المفروض ان التوريدات دي بتيجي بناء على التصميمات. بس احنا كنا طلعنا التوريدات وصلت قبل بعض بيسموها الايزوماتكس. كنا مضطرين ان احنا نفتح شغل مثلا لبتوجيت في مناطق معينه واخد بحقك نضطر نشتغل في التصميمات. احنا شغل يعني حضرتك ده حضر له الورق كله الرسومات يعني والمهمات طبعا بعد ما جت المعدات يعني في تصميمات خلصت بس التوريدات لسه ما جاتش فنبتدي نبعت فيها العمل بتاعتنا تستعجل واخد بحقك. فكانت حاجه لان حضرتك لو كان المشروع اي حاجه سواء تصميمات او توريدات واخد بحقك حصل فيها عطله كان بعدين كل حاجه هتتعطل واخد بحقك. فكانت مسؤوليه وكان ضغط عصبي الحقيقه يعني. احب اشكر طبعا زملائي كلهم في شركه انبي على الضغط اللي هم بيحملوه. كم حد يا فندم؟ احنا 2500 واحد واخد بحقك. بنعمل اوت سورس يمكن لحوالي 200 300 واحد واخد بحقيقتك. بس احنا زي ما بقول لحضرتك احنا الاسيتس بتاعتنا هي العقول اللي موجوده ان الناس تعمل تصميمات تفصيليه دي. حضرتك عارف ان الشركات الاجنبيه بتحتكر الحاجات دي واخد بحقيقتك. يعني التصميمات دي بتاع شغل الاجانب دايما عاده هو ده اللي كان بيتم واخد بحقيقتك. معظم المشروعات اللي كانت بتتم زمان قوي طبعا قبل تواجد شركه انبي. وشركه انبي لما ابتدت بجزء صغير في سنه 78 وكبرت لغايه الحمد لله احنا حتى ابتدينا في انشطه جديده ابتدينا ندخل فيها. زي ايه؟ زي انشطه المياه العميقه الديب ووتر. ده كان حك على بدوش ابتدينا نكون فيها عمل وندخل النشاط ده عندنا واخد بحقيقتك طبعا بالاشتراك مع بعض الشركات الاجنبيه. تمام. عشان محتاجين ايه؟ نقل التكنولوجيا بالظبط. في نقطه مهمه برضه نحب نضيفها في النقطه دي بالنسبه للي تم في المشروع. طبعا احنا اما بنقول ان احنا عملنا لحد دلوقتي اكتر من 30 مليون ساعه عمل بدون اصابات مع السرعه مع الوقت الضيق ده كان كله خايف ان يحصل اصابات في المشروع حد يحصل له حاجه لا قدر الله. تمام. وفي شغل زي ده كله طبعا مع الوقت لما والسرعه ف 23000 23000 طن حديد بنستخدمه ما فيش حديده تخبط حد ما ف 30 مليون ساعه عمل حتى الان الحمد لله ربنا يستر ان شاء الله بدون اي اصابه عامل. النقطه الثانيه الكواليتي او اللي هو الجوده بتاعت الشغل طبعا مع السرعه كانوا متخوفين ان هيحصل يعني مشاكل او الحمد لله يعني التجارب التشغيل كان مقدر لها مده خلصت في اقل من المده المحدده لان الجوده بتاعه الشغل كانت على اعلى مستوى. المعدلات بتاعه العماله المصريه غيرت المعدلات بتاعه الشغل في العالم كله. اني دلوقتي ما بتتكلم على اي مشروع بره او الكلام ده بيوصل لنا بيقولوا ما بيقولوا لهم هنخلص المشروع ده قد كده يقول لهم لا روح شوفوا زوره خلاص بالظبط زي ما بقول لحضرتك كده. ده اللي بيتقال دلوقتي. غيروا احنا غيرنا معدلات التنفيذ بتاعه المشروعات على مستوى العالم بقى زهر دلوقتي مرجعيه. طيب. للكميات التنفيذ ازاي ما هنا بعمل ده وزي ما حضرتك قلت في النقطه اللي قبليها الجوده لم تتاثر يبقى انا عملت منتهى الاتقان طبعا وفي اسرع وقت ممكن. طيب تركيبه ما هو ده العمل اللي بيتم ده في عامل وفي فني وفي مهندس طبعا والثلاثه مع بعض عاملين تركيبه طبعا واكيد ان هم عندهم خبرات ما وصلوا لخبره معينه عشان يعملوا ده اكيد طبعا. ما هو ده اللي عايزين نقوله. طيب ايه اللي ناقصنا في الحاجات التانية يعني ما انا عايز اقول ما احنا ما دام بنقدر ده وقدرنا نعمل معدلات الناس بتحسدنا عليها وعملناها أكيد. في الكهرباء ده ميركل راحت بتوع لابس سيمنز وقالت لهم عايزين نعمل محطه قالت لهم قالوا لها ثلاث سنين قالت لهم مش معنى مصر قالوا لها هاتي المهندسين بتوع مصر والفنيين والعمال بتوع مصر نعملها لك في سنه ونص. العمال المصريه ما تقارناش باي عماله ثانيه. العمال المصريه تقدر تعمل اكثر من كده. طيب ومعدلاتهم غير طبيعيه. ابحث بقى هنا هل نقدر نتكلم على اداره وازاي شكلها ازاي الاداره
هو العامل بيشتغل، هو يعني موضوع ان العامل بيشتغل عشان اصل يعني عايز فلوس زياده. طب ما احنا شغالين في المشروع، الناس متحمسه ان هي تخلص، الضغوط كبيره جدا، ومع كده الناس كانت حابه الشغل وعايزه تخلص. يعني هو من جواه عنده انتماء للبلد. بس انا ما هنا ما هنا ما عشان اوصل للناس اللي معايا كده، ما هو ابحث عن النجاح. يعني الاداره خلف كل نجاح وخلف كل فشل، يعني الاداره دايما اذا في ناس خيبانين يبقى ندور شوف مين اللي بيدير الناس الخيبانين. احنا موجودين وسط الناس، فالناس شايفه القيادات موجوده. طبعا ده ما انا عايز ادلع. القيادات موجوده. انا زي ما بقول لحضرتك احنا يعني هو النهارده هل عايز اقول يعني ما احنا عشان ما هو ده دروس من بنستفيدها يا جماعه عشان اخواننا التانيين في الحته الثانيه. اقول لحضرتك احنا يعني زي ما كنت بقول لحضرتك احنا يوميا اجتماعات مع المشروع عشان نشوف الموقف ايه. طب استاذن حضراتكم بس هنقطع فترك، هنطلع اهم الانباء لزياره سياده الرئيس للامانه. باشمهندس وليد، كنا بنتكلم قبل اهم الانباء واحنا شفنا سياده الرئيس وبيتكلم على زيارته الخليل وفي الامارات وبيتكلم على امن الخليل وامننا وبالعكس امن كل امن المنطقه العربيه، امن مصر طبعا. ويا رب يهدي اللي حوالينا ويا رب يهدي الاشرار على سياده الرئيس. نرجع يا فندم زي ما بقول لحضرتك احنا كنا في وسط الناس، متابعه يوميه، اجتماعات اسبوعيه على مستوى رؤساء الشركات مرتين في الموقع، في الموقع نراجع الموقف ايه المشاكل، نتفق هنحلها ازاي، لان الموضوع ما كانش سهل. يعني كان في زي ما المهندس محمد قال في صعوبات كان لازم نقعد نحلها على مستوى رؤساء الشركات. معالي الوزير مرتين في الشهر زيارات ميدانيه للمشروع ومتابعات، غير اجتماعات شهريه على مستوى اني كان بتيجي تحضر. فالمشروع كان متابع بطريقة يعني دقيقة لكل خطوة فيه، وكان غير مسموح فيه بأي تأخير، ونشوف لو حصل أي انحراف عن المسار إيه السبب يتعالج فورا ونرجع للمسار الصحيح. والحمد لله إن احنا نجحنا إن احنا ننهي الموضوع في الحمد لله الوقت المحدد. طيب باشمهندس محمد، بالنسبة للتصميمات والناس واخدة فكرة إن احنا بنحدد عشان نقول ان احنا المشروع ده هيحتاج معدات قد ايه ومهمات قد ايه، دي مساله صعبه جدا على فكره. اصل الناس فاكره ان يعني اصل انا هروح اشتري، طب ما اي حد بيشتري مش مندوب مشتريات. لا ده انا عشان احدد المشروع ده يعني النهارده هيدقوا خوازيق في الارض يبقى محتاجين ايه ومحتاجين مش كل ده اللي كنت شايفه وكل حاجه بقى في كل حاجه بتتحسب. اه طبعا. تقدر تقول لي حضرتك نقدر ايه اللي كسبناه والشباب اللي عند حضرتك والمهندسين اللي عند حضرتك والرجال الام بي ايه الحاجه اللي جت باضافه حسينا ان احنا بعد السنتين دول او السنه ونص دول ايه الرصيد اللي كبر عندنا؟ بص حضرتك احنا يعني زي ما بيقولوا طبعا احنا من مشروع للمشروع اللي بعده بنكتسب خبرات اكتر. وفي نفس الوقت زي ما بيقولوا في مشروع زوري بالذات في ريكوردز، يعني ريكوردز جديده اتحققت ارقام. حقيقتك يعني فعلا يعني واحنا مش هنقبل منكم اقل من كده. لا ما هو المشكله انتوا بعدين بتعامل مع الناس لما يجوا يكلموني في الشغل وابقى حقك على اي مشروع تاني اقول لهم لا احنا في مشروع زهر كنا بنحقق كذا خلاص ده بقى المقياس ده دلوقتي بقى المقياس بتاعنا. زي ما بقول لسعادتك يعني احنا كنا مثلا حوالي بنطلع اكتر من 600 ايزومتريك وابقى حق دي الخطوط المواسيه والحاجات بالشكل ده وابقى حقك في الاسبوع. المعدلات الايزومتريك ده زي خطوط المواسيب بيتعمل لها رسومات رسومات واخد بحرك عشان تحدد بيطلع منين ويخش فين وكل التفاصيل كامله بتاع كل المواسيب الخط. واخد بحرك كنا بنطلع اكتر من 600 ايزومتريك في الاسبوع. المعدلات العالميه بتتكلم على 350 ايزومتريك ضعف على طول. فبقول لحضرتك ده كان تحدي لان احنا في شغل في شركات زي بتروجيت بتكمل ورانا فما خلصناش الاعمال دي الدنيا هتقف وهم برضه دايسين وهم دايسين كمان. المهندس التصميم سعادتك برضه كان بيشتغل بالتحميل بتاعه كان حوالي 70 ساعه في الاسبوع وده برضه ده مين يا فندم؟ مهندس التصميم اللي بيشتغل في التصميم كان التحميل بتاعه حوالي 70 ساعه في الاسبوع. بحرك المعدلات اللي هي ماشي في العالم كله بتتكلم على 40 ساعه في الاسبوع لان ده واحد دماغه اللي بيفكر. واخد بحرك فلازم يبقى عدد ساعات العمل بتاعته محدوده. واخد بحرك كقدره لما بندي مثل للساده المشاهدين طبعا على يعني حجم الاعمال عامل ازاي بنتكلم على 3000 كيلومتر كابلات كهرباء وتحكم آلي واتصالات 3000 كيلومتر
كابلات. تكلم 3000 كيلو متر دول اتفرموا كمان في الاخر يعني رحنا بعد ده بعد رحنا بعد السودان مثلا اسكندريه واسوان مرتين كده يعني 500 كيلو متر شبكات مواسير واخد بحضرتك بنتكلم 500 كيلو متر طولي شبكات مواسير مؤسسات مختلفه كل الحاجات دي كتصميمات وكتوديدات الحمد لله. يعني انت حضرتك انت شركتنا انبي مهندسينك هم اللي بيحددوا بقى الماسوره اللي 16 ولا 26 اللي انت رقمين كده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه الحمد لله احنا في الشركه واخد بحضرتك كل التصميمات كلهم مصريين ومش عايز اقول لحضرتك. طب ما انا قلت كده من الاول قلت لي اصل احنا التكنولوجيا الاجنبيه في حاجات خاصه زي ما انا ما ده طبيعي أنا ما لو انا لما بجيب تكنولوجي هنا وانا النهارده عندي النو هاو بتاع اللي بحفر ده طبعا ازاي دي مش فانا طبيعي طبيعه الامور انما يعني التصميمات اللي اتعملت لكل الحواديت دي كل في الافلام دي كلها شبابنا ورجالتنا دول ومهندسين. عايز اقول لحضرتك ان 75% منهم شباب شباب وده اللي بيخلينا نحس ان ايه ان شركه ام بي دي شركه مستمره لمده طويله واخد بحضرتك لان في وبعدين اجيال بقى بتسلم مع بعضها وبعدين زي ما انا كنت قاعد بجتمع بالناس واقول لهم يعني انتوا لازم تفخروا اي واحد اشتغل في المشروع بتاع الزهر ده طبعا بعد 10 15 سنه يقول انا عملت زهر يقول انا اشتغلت في المشروع ده واخد بحضرتك لان دي هتبقى زي وسام على كل الناس اللي اشتغلت طبعا يعني الحمد لله ده انجاز لمصر. نتكلم على حضرتك كنت بتتكلم على الباور ستيشن احنا برضو عملنا تصميم للباور ستيشن اللي موجوده في المحطه البريه 50 ميجا وات واخد بحضرتك فقصدي دي يعني تربينات من سيمنز برضه من سيمنز برضه بس يعني دي محطه عباره عن 4 يونتس وكل ما عامل 4 كم ميجا وات؟ 50 ميجا وات برضه مش لا 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 طبعا هي اصلا معموله عشان تخدم على المحطه البريه واخد بحضرتك وفي نفس الوقت دي بتحتاج سب ستيشنز حوالي 7 سب ستيشن حاجه ضخمه جدا لحضرتك شفت وسمعت سب ستيشن بتحتاج ايه؟ محطات كهرباء محطات كهرباء انا اسف يا فندم ان انا احيانا بحضرتك محطات كهرباء واخد بحضرتك بتحتاج لغرف تحكم واخد بحضرتك حوالي 5 غرف تحكم حاجات حضرتك لا تتخيل حجم العمل. لا هو انت النهارده لما يجي حضرتك كهرباء انت عند حضرتك التخصصات دي؟ الايه يا فندم لو ايه؟ في حضرتك ما في حضرتك كهرباء هيبقى داخل لا لا احنا اشتغلنا حضرتك كمان احنا يعني انتوا افهم من كده ان مهندسينا اللي موجودين وعند حضرتك في بتروجيت وفي الشركات بتاعتنا ان انا في اي عندي كل التخصصات. بص حضرتك احنا يعني الحمد لله شغالين طبعا في قطاع البترول تقريبا في جميع التخصصات ما عدا واخد بحضرتك بعض التكنولوجيا اللي عاليه جدا واخد بحضرتك زي المياه العميقه واخد بحضرتك والتدريب. لا انا بتكلم على التخصصات يا فندم يعني الكهرباء يبقى انت عندك الناس تحل على طول. ونفذنا قبل كده بمحطات باور ستيشن واخد بحضرتك يعني محطات كهرباء يعني كانت في شركات قطاع البترول يعني محطه الكهرباء اللي اتعملت في شركه اسيدكو واخد بحضرتك برضه انبي اللي قامت بالتصميمات بتاعتها. التصميمات بتاعتها طبعا واخد بحضرتك فبقول لحضرتك ومش بس اسيدكو معظم شركات القطاع واخد بحضرتك انبي يمكن دخلت في التصميم بتاع محطات الكهرباء اللي فيها واخد بحضرتك اللي انا عايز اقوله ان الناس بقت خلاص عندها دلوقتي الثقه واخد بحضرتك احنا نقدر واخد بحضرتك مفيش مشروع دلوقتي الحمد لله الحمد لله واخد بحضرتك ما نقدرش ان نعمل التصميمات بتاعته واخد بالك الا طبعا زي ما بقول في حاجات اللي هنبقى عمليه عميقه مش بتاعتنا جدا جدا محطات الكهرباء اللي قال عليها المهندس محمد دي كانت حكر برضه قبل كده على الشركات الاجنبيه والتنفيذ بتاعها احنا اتصدينا ليها كتنفيذ في المشروع برضه ده كبتروجيت احنا اللي قمنا بتنفيذ الاعمال دي كلها فرد كابلات توصيلات تركيب المحطات كل ده تم عن طريق ايادي مصريه. وانت النهارده كان ده بيتم الناس بتوع كهرباء بقى بتوع متخصص يعني بتوع كهرباء يعني عندنا كمية تخصصات انت عندكم كمية تخصصات من الاخر انستومنتيشن وعمل مدنيه واخد بحضرتك لوس بريفنشن كل حاجه ومكافحه حريق خلاص ما هو البتاع ده ما فيه كل حاجه طب انا دلوقتي في الارقام الكثيره اللي بتتقال في حاجات قياسيه غير مسبوقه هل يعني مفيش حد حفر قبل كده عشان ينزل على بتاع ده ويطلع انتاج ويعمل الفيلم ده كله سنتين وبتاع ده غير مسبوق في اي حد هل احنا حاولنا ان نحط ده في الارقام القياسيه؟ طبعا خلاص هو بقى ستاندرد دلوقتي خلاص بقى ستاندرد دلوقتي بقى قياسي انا احطه في الارقام القياسيه انا موسوعه الارقام القياسيه من حقنا عشان بننسى ليه ما بنحطش ده واذا كان في حاجات تانية بقى في التفاصيلات انا ما اعرفش عشان انت كنت مخبي عليا ما اعرفش انا ما حصلش خايف الحسد تتحسد لما بتقول لي ان احنا عندنا 500 كم 3000 كيلو متر 3000 كيلو متر كابلات و500 كيلو متر شبكات مواسير مظبوط يا فندم ما دي برضه حاجات فنكون ان نعمل ده شيء في كميات في المشروع ما انا قلت لحضرتك طيب. الاول الكميات كانت
غير طبيعيه في المشروع في وقت ده. هي المشكله يا فندم انا قاعد مع حضراتكم انتوا عارفين وانا مش عارف، انت عندكم الارقام انا مش عارف. بنقول بنحاول على قد لا يعني يعني, يعني معلومات انت يعني عندك معلومات يعني فالمعلومه يعني عندك وانت مش واخد بالك. بنحاول نبسط الموضوع والله بحضرتك. هو لا يكون سياده الوزير يعني خايف تتحسده ولا لا بالعكس سياده الوزير هو اللي مدينا التعليمات ان احنا نقول كل حاجه. طيب دلوقتي يا فندم في جزء ثالث احنا كان كنا ماتين الحاجات اللي تمت في البحر بقى المواسير اللي رقدت في البحر دي. فانا اتفقت كان مع اخواننا علشان شركه بي ام اس خدمات البترول البحريه خدمات البترول البحريه دول اللي نزلوا مواسير في الميه الجزء جزء منها لان العمليه دي برضو احنا عايزين نعرف ازاي زي ما حضرتك شرحت لنا الغاز ده فيه ايه والبتاع ده كده وكلام لا تحت امر. انما انا عايز اعرف انت حضرتك بتقول ان المواسير بتلبسوا لها بتخش في بنغلفها خرسانه يعني كل السنين والخرسانه بالخرسانه ده عشان تغطس معايا عشان ما تعومش ونحافظ عليها برضو ونحافظ عليها طبعا لان حضرتك في الميه لازم تتغلف عشان ما تتاكلش من العوامل. طيب البتاع دي لما بتحط عليها خرسانه ما هي بتتقل قوي طبعا لما بتنزل عندي انا والناس بقى بتنزل لغايه ما تنزلها لي على عشان تبقى معايا مربوطه ما تروحش كده ولا كده ولا هو يعني طبعا الحته دي خاصه طبعا بالخدمات البترول البحريه واخد بحق لكن هو بيحصل لينج للخطوط البحريه دي على السي بيد يعني على الارض على إيه؟ في مراكب مخصوصة موجودة في شركة الخدمات بترول البحرية بتاخد المواسير دي وتلحمها على بيسموه البرج تلحمها فوق وتبتدي تنزلها بطريقة معينة يعني واحدة ورا واحدة جزء. وهي ملحومة ما طبعا هي تلحم فوق على البرج وتنزل يبقى زي خط التاني. طب راكب الخرسانة امتى ان شاء الله؟ لا الخرسانة بتتغلف دي على البر احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك مصنع طب والحتة اللي بلحم انا بتتغلف برضه هي على المركب بقى يعني الجزء البسيط اللي هو يعني غالب في تغليف خرسانة على المركب ده جزء صغير اللي هو مكان اللحام مكان اللحام بالظبط كده يعني عامل لها قميص خرسانة بالظبط كده وطبعا المواسير دي معالجة ونقيناها بطريقة معينة بقى ما فيش حاجة تأثر فيها عشان الماتيريال كمان بتبقى مخطوطة بعناية واخد بحضرتك مخطوطة بعناية عشان المواد اللي ماشية فيها عشان تحافظ على الغاز واخد بحضرتك. هل الغاز ده بياكل هل الغازات دي بتاكل الحديد او هي المواسير دي ايه؟ يعني عشان بيسموها كيلد كاربون ستيل يعني نوع من الستيل نوع من الستيل طبعا هو كيلد كاربون ستيل واخد بحضرتك وطبعا بيبقى ليه مواصفات معينه في الهاردنس ولا في يعني مواصفات كتير مش انما المفترض عشان ما ياكلوش يعني طبعا لان دي حضرتك انت بتتكلم على عمق 1500 متر عند الابار ودي الحاجات دي اصلها كمان يعني ما حدش بينزل يعني بلاسيونة ده بينزل روبوت او ريموت اوبريتد فيكل اللي هم بيسموها الار او في هي اللي بتعمل الاعمال دي عند العمق ده واخد بحضرتك فدي التكنولوجيا يعني هي دي صعبه شويه عند الابار العمق ال 1500 متر ده بيتم عند الابار ما ينزلوش بشر ده ما بينفعش يعني الحقيقه برضو انا يعني الحقيقه الناس اللي اشتغلت في المشروع ده كانت روح بتاعتهم مختلفه واخد بحضرتك حسوا بالبلد وطبعا حسوا القيادة السياسية زي ما بيقولوا بحضرتك وش ضغط واكيد طبعا اتقلهم ان يعني الرئيس ضغط على ايني وبيسرع واحنا لا 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 حضرتك احنا الحمد لله يعني زي ما بيقولوا ما خذلناش لا البلد ولا خذلنا الشعب المصري بحضرتك لان الاعمال اللي اتعملت دي زي ما حضرتك قلت 22 شهر بتاخد من 6 ل 8 سنين في الحالة الطبيعية واخد بحضرتك فده كان يعني انجاز وتحدي غير مسبوق للشركات الوطنيه طبعا ولمصر كبلد في الاخر احنا عارفين احتياج البلد للغاز قد ايه عارفين الظروف اللي بتمر بيها البلد فكل يوم بنخلص فيه بدري بيبقى ليه تاثيره احنا زي ما كان معالي الوزير تفضل وقال احنا 2 مليون دولار كل يعني دخول وحده الانتاج المبكر دي 2 مليون دولار كل يوم بتوفروا طب انا عايز انا بالتالي كده ان شاء الله يا رب باذنك يا رب انما احساسا ان شاء الله ان احنا حتى انتوا هيبقى عندكم مثلا 3 4 حتت باذن الله جايين ان شاء الله هتسدوا 3 4 حتت مفتوحين وفيهم ان شاء الله هنلاقي قريب يعني احنا هنلاقي في البحر الاحمر ان شاء الله وهنلاقي تاني في البحر الابيض ان شاء الله هتسد يعني مستعدين ان شاء الله لكل الاعمال دي باذن الله مستعدين ان شاء الله والاعمال المصريه قادره ان هي تعمل اكتر تعمل كده تعمل كده طب يا فندم العمل اللي هو في كل تخصص يعني انت عند حضرتك برضه بيشتغلوا زي ما اتفقنا كل تخصصات في مهندسين وفنيين فنيين انا فاهم عامل وفني وفن ده
بياخد انت عندكم المراكز التدريب بتاعتكم؟ في عندنا مراكز تدريب طبعا، في ادارات تدريب بندرب عندنا وبندرب بره للمهندسين وللعماله. عندنا مدارس بتعلم زي اللحامات، زي بنسميها يعني الشباب الصغير اللي عايز يخش، او الشباب اللي هو عايز يخش في الحاجات اللي ناقصه في المهن اللي هي ناقصه، او احنا لازم بنستعين بالعمالة بالشباب زي ما حضرتك بتقول كده. الاعداد دي مع حجم المشروعات ده بنحتاج ناس طبعا، فبنطلب ان يجي لنا ناس ونشغلهم معانا. ياخد وقت قد ايه يا فندم لما بتدخله من هو جاي كده لفاضل؟ يعني اعتقد شهرين ثلاثه يكون جاهز، ممكن يعني. يبقى طبعا يبقى مستعد ان هو يشتغل كمان على طول يعني. احنا عندنا في انبي، في اكاديميه انبي، كل الفريش جرادويت انجينيرز اللي عندنا او الناس اللي بيتعينوا بيخشوا على الاكاديميه انبي دي يتدربوا، بالاضافه لان احنا برضه بندرب ناس كتير من شركات القطاع او من برا مصر. بحياتك دي بتبقى كانها مرحله اعداد، لان احنا طبعا ما نقدرش يعني اي واحد لسه متخرج جديد ان احنا ندخله في اعمال التصميمات التفصيليه، لان دي ممكن تسبب مشاكل كتير. بحياتك فبيبتدي يخش الاكاديميه بتاعت انبي وياخد كورسات مكثفه وبيبتدي ينضم لفرق عمل اوريدي شغاله في مشروعات، بحياتك، وهو بقى مع الوقت بياخد الخبره دي بتتنقل له. انا عايز اقول لحضرتك ان المشروع بتاع زهر ده كان بالنسبه لنا كانه مدرسه حتى للشباب، واخد بال حضرتك، لان اتعلموا مع ناس ثانيه، في ناس قديمه وفي قيادات. اقول لحضرتك احنا كنا بنشتغل في طقم بيشتغل في المشروع مثلا، وفي طقم تاني برضه عشان نتاكد ان ما فيش مشكله بتحصل، طقم تاني من بعض المشروع يجي يعمل اوديت عليه، واخد بال حضرتك، ويعمل تشيك على بعض النقط، يعني مش يشرف قد ما هو بيعمل مراجع. يعني مراجعه عليه، واخد بال حضرتك، عشان يبقى ايه، طقم من بعض المشروع بيجي يعمل اوديت ويراجع، وطقم تاني يجي يخش. عشان كده زي ما بقول لحضرتك احنا ما حصلش، يعني احنا يكاد يكون عندنا زيرو كلاش. يعني ايه زيرو كلاش؟ يعني حضرتك لما هتشوف 3 دي موديل مفيش مواسير دخلت في بعضها، مفيش مواسير دخلت في معده، واخد بال حضرتك، مفيش كابلات دخلت في كابلات تانية، واخد بال حضرتك، ده اللي بيسموه زيرو كلاش. حضرتك شفت المنظر بتاع 3 دي موديل عامل ازاي، واخد بال، وكم البايبنج والكيبل، ده مواسير وكابلات وحواديت واسمنت ومسلحات، ما يحصلش اي تداخل او تشابك. دي الحقيقه يعني بتحتاج مهاره وجهد كبير جدا يعني. بحاجة. لا ده يمكن ده 3 دي موديل، ده الوكس هو اظن، ده 3 دي موديل، ده الوكس هو، يعني هو عايز يبان كله مع واحده، يبان المشروع بحاجه. بص ايه 3 دي موديل، ده بيبان الوحدات بتاعه المشروع، ده الوكس هو في البلنت بحاجه. طيب ال هل اكيد طبعا بيحصل دلوقتي بيتعمل مراجعه وبيبقى في يعني تقرير، لان احنا بنشوف عملنا ايه وكلامنا ايه واللي قلنا ايه وكسبنا ايه ووصلنا فين، الدروس المستفاده كمان، ودروس المستفاده طبعا. اهم حاجه يا فندم بالنسبه، او اهم حاجات حضرتك لاحظتها في اللي حصل ده ايه؟ هو سعادتك احنا غيرنا الستاندرز بتاعتنا حتى كإنبي، بقى لحضرتك دي برضه زي ما بيقولوا خلاص احنا تعودنا على مقياس معين، ما نقدرش ننزل يعني. انت دلوقتي بقيت على زهر دلوقتي، على صدر الزهر خلاص يعني، هو ده بقى المقياس اللي هو 80 ساعه في اليوم شغل، هيبقى عالمي كمان بعد كده خلاص. ده بالنسبه لنا حتى مشروعاتنا احنا طبعا، مع مش مشروع زهر بس اللي بنشتغل فيه، احنا عندنا كم مشروعات كتير الحمد لله، ويمكن منهم مشروعات الحمد لله يعني تم اسناد بعض الاعمال لينا في منطقه الخليج، واخد بالك، يعني بمبالغ الحمد لله يعني ما شاء الله جيده، واخد بال حضرتك، بنشتغل مع شركات عالميه ودخلنا في مناقصات عالميه، الحمد لله نجحنا في الحصول على مناقصات كتير واعمال كتير بقى مصر. يبقى انتوا لازم بقى انتوا كل بترول كله بعد الخبره اللي خدتوها والحاجات الشهادات والستاندر اللي اتعمل ده وغيرت ستاندر عالمي، تدفعوا للدوله بقى يعني ما شاء الله يعني. في كل الأحوال اللي تم شيء رائع جدا. أنا بقول إن دايما المصريين شعب عبقري، المصريين دول عبقرة في كل وقت بيعملوا حاجة. 73 عملوا حاجة ملهاش زي. لما نيجي نقرب ساعة القناة كده في موضوع مختلف تاني، في أسبوع يعملوا 64 مليار جنيه المعقول،
لما نيجي نشوف اللي حصل في القناه والحفر القناه والكلام ده كلها ارقام قياسيه وفي الاول وفي الاخر هو ده المعدن المصري وهو ده الشاب المصري وهو ده الرجل المصري وهذه الفتاه المصريه والسيده المصريه. فده شيء عايز اقول ربنا العامل المصري لا يقارن باي عمل ثاني سواء مهندس سواء فني سواء يعني المخامه المصريه الانسان المصري. انا كنت في سلطنه عمان كان لينا شغل هناك الحمد لله ولسه لحد دلوقتي في شغل لينا في سلطنه عمان. انا عايز اقول لحضرتك العمانيين كانوا بيجوا هو طبعا العمانيين شعب طيب وجميل وبيحب المصريين جدا يعني العمانيين كانوا بيجوا يزورونا عشان يشوفوا المعدلات بتاعت المصريين شكلها ايه ويقولوا لنا انتوا فراعنه ما حدش بيعمل المعدلات اللي بتتعمل دي على مستوى العالم فالحمد لله طبعا الحمد يعني لله عايز بقول ربنا يسعدكم زي ما اسعدت كل المصريين الحمد لله وشيء وسام على صدر كل مصري اللي تم واللي عمله البترول المصري الحياه الحمد لله. محمد بيحة حوت بشكر حضرتك جدا شركة إنبي ورجالك كلهم وليد بن لطفي بشكر حضرتك وشركة بترجيت شكرا وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب تيجي حاجات كتير ونشوفه كده وانتم بتشتغلوا 90 ساعة في اليوم وإن شاء الله وأداء ودود إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بشكر حضراتكم شكرا تصبحوا على خير تصبحوا على خير.